أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم أبرز عنوان في الإيجابيات هو الحيوية والدينامية والجدلية التي يحدثها الاستحقاق النيابي مع اقتراب انتهاء آخر المهل قبل 40 يوما من موعد الانتخابات. ليلة الاثنين المقبل الذي يعقب أحد الشعانين ينتهي قانونا تثبيت لوائح النزال الانتخابي، وإذا كانت صعف الزيتون والنخل رمزا أساسيا في مسار الشعانين، فإن حمل صعف وشعارات الخدمات من فرص العمل إلى الإسكان المجمد الآن إلى الإنماء والطرق إلى معضلة النازحين السوريين إلى بريء الكهرباء إلى المشكلة المعيبة المخجلة النفايات، هذه الشعارات يبدو أنها تقدمت بأشواط على شعارات 2005 و2009 ولا سيما السيادية منها آنذاك. العنوان الموصوف بالإيجابية أي الحيوية التنافسية إلى حد النعوت الحادة المتقابلة يبدو أنها فعلا من حيث يدرون أو لا يدرون فتحت مسارا ديمقراطيا جديا في الوقت الحاضر، والدليل أن عددا من المتساجلين يطرحون أيضا أفكارا ونقاطا ومشاريع ضمن التحضيرات لمؤتمر صادغ أو باريس 4 في نيسان المقبل، وربما يجلسون جنبا إلى جنب مؤسساتيا ومشاريعيا. وآخر محطة كانت الاجتماع الذي رأسه الرئيس سعد الحريري تحضيرا للمؤتمر وكذلك لقاء فينيسيا اليوم. الرئيس الحريري يؤكد وسع الخطة التي ستقدم إلى مؤتمر صادغ. في أي حال وزير الداخلية نهاد المشنوق أكد من قصر بعبدة أن أي تشنجات أو سجلات لن تؤثر لا في الوضع العام ولا في أي حوار مقبل ولا حتى في مسار تأليف حكومة بعد الانتخابات. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يرى أنه من البديهي حصول تلبيك لدى الأفرقاء ربما الآن، وإنما بعد الانتخابات على هذا القانون سينتظمون وفق خيارات سياسية وليس وراء أفراد. الرئيس بري من جهته ينزع أي صفة طائفية عن المسار الانتخابي التحالفي بين أمل وحزب الله ويقول إنه تحالف أمل ووفاء. تبقى الإشارة بل تجدر الإشارة إلى لقاء سيحصل عصر اليوم في بيت الوسط بين الرئيس الحريري والنائب خالد الظاهر. عدا ما ذكرنا يبقى العلم عند الله بالنسبة إلى التحوط من أي تطور إقليمي دولي في ظل أوضاع مريبة في الجوار وسجلات كبيرة بين روسيا والغرب. معنا مباشرة المحامي الأستاذ سعيد علامي الناشط طبعا ضمن نقابة المحررين أيضا. أهلا وسهلا نقابة المحامين. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد. شكرا أستاذ سعيد. شو رأيك بيقولوا الصدمات وصدمات هي اللوائح اللي رح تنزل ورح تتثبت بالنهار الاثنين المقبل؟ يعني أستاذ جلال أول شيء نحن اللي بنلاحظه بموضوع بشكل عام هو إنه الاستفافات 14 و8 انتهت. هيك بقول الرئيس بردي كمان. نعم وهذه انتهت فعليا لأنه نحن عم نشوف التحالفات المتناقضة العجيبة الغريبة اللي كان خصم مبارح صار حليف اليوم والعكس. هي بالمعنى العلمي البيولوجي بسموها هجيني. هجيني. نعم. يعني هذه متلازمة مع القانون الغريب العجيب اللي هلا بنحكي عنه طبعا. نعم. بس انه التحالفات هذه الاستفافات اللي كانت موجوده انتهت واصبحت هلا التحالفات ما انتهت انكسرت يمكن انكسر. نشوفها بعد الانتخابات ممكن ترجع تعاد لانه الفرز المذهبي والطائفي بده يعيد الامور الى بس لا شك بانه في حيويه معينه بينت طبعا هلا عمليه الانتخاب بحد ذاتها في حماس عند الناس. نعم. يعني هذه بتجعل الناس تدافعوا إلى يعني متشوقين للانتخابات ولكن كمان مصدومين بنفس الوقت لأنه كثير من الناس لما بتحكيهم بالانتخابات بيقول لك أنا بدي أعطي شخص صوت تفضيلي بس اللائحة ما بدي أعطيها ليش بدك تلزمني فيها؟ يعني هذه من المآخذ. نعم. على القانون أو بدي واحد من تاني لائحة شوفوا جفل بس محمس. نعم. بيشفل بس القانون النسبي إجمالا بيخلي يزيد الإقبال على انتخابات بس التفضيلي هلا اذا بدنا نحكي بالنسبه بلبنان. نعم. ما بيركب النسبه مثل ما هو راكب اليوم. نعم. لانه بدك احزاب يعني بدها تكون احزاب فعليه في عندك لائحتين وبتصب على لائحه حزبيه بس نحن اليوم تركيبي كيف ما كان عم تركب وتعالوا نسبيه بس هذا افضل الممكن موجود هلا يعني انا ما بعرف انا هلا مهم انه صرنا امام واقع معين في قانون. نعم. امام استحقاق صرنا مضطرين نمشي فيه الاستحقاق. نعم. وهذا اللي خلينا انه نحكي بالانتخابات ونمشي بالانتخابات والناس كثير مشيت بالانتخابات. نعم بس الملاحظ انه يعني بدل ما المجتمع اللي بسموه مجتمع مدني او مستقلون او ما او بسموه مستقلين بدل ما يلاقوا فرصه ومناسبه انه يتجمعوا لحتى يقدروا يخرقوا ب 20 نائب مثلا عم بيضلوا متفرقين. شو القصه؟ بعرف عنا 4 ايام هلا اول شيء ما تسجل كثير لوائح
بوزارة الداخلية. كما لاحظنا امبارح أنا اللي عرفته أنه ما في تسجيل لوائح كتير كثيف. هيدا شغلة طبعا هيدي منا جيدة منا إيجابية يعني. بطبيعة الحال في انسحابات كمان، تم انسحابات كتير، بس هاي مش معنوية هالانسحابات، انه خلي انسحبت ما بتفيد شيء بقى، لادعم فلان انسحبت ما بتفيد شيء، لانه الانسحاب بالمفهوم القانون السابق كان يسترد المبلغ اللي دفعه. هلا ما في استرداد للمبلغ يعني للخزنه، يعني للخزنه تغزت الخزينه بالموضوع المال، هذا اللي صار. فطبعا بس مثلا افترض حضرتك مثلا مرشح على منطقه بعبده او هيك، ما بتلاقي في انه صعوبه اذا ما تجمع المجتمع المدني والمستقلون تجمعوا ليحشدوا بلائحه معينه وبترشحا وانتخابا، ما بتلاقي في صعوبه بالموضوع؟ هي لنعطي مثل بالحديث عن 14 و8 اللي حيحل محله انه هو المجتمع المدني والمستقلين، وهيدي في لوائح كثير فيها مستقلين وفيها مجتمع مدني، وبتصور انه هن اللي بيخرقوا اكثر من الاحزاب، لانه الناس يأسانه من الاحزاب، يعني الاصطفاف الحزبي اللي طبعا الصوره هي العامه بتقول انه حيوزعوا الصوت التفضيلي على بعضهم هن الاحزاب، عندهم مكانات بيوزعوها. دخلة المجتمع المدني والمستقلين على اللعبة حتعطيهم زخم أكثر مع الناس اللي مستاء من هالترتيبات هذه اللي صارت، حيعطي بالعكس الأفضلية لصوت التفضيل. هذا من حيث الشكل. نعم، من حيث الشكل يعني بالنتيجة إذا قدروا تجمعوا بيقدروا يخرقوا بالرئيس، يعني لو حاصل واحد. نعم، لو حاصل واحد بيطلع له مقعد على هون. يعني استقطاعا الرئيس عون بيقول صحيح في نوع من التلبيك بالاحتساب وما بعرف لدى الأفرقاء أو عملية حسابية، صحيح صحيح، ولكن من بعد النتائج رح ترجع الأمور تكون حسب الخيارات السياسية لا أفراد. يعني إذا واحد ربح من هون وخسر من هون ما بعرف شو، يعني كأنه الجو أنه رح ترجع مثلا في تحالفات حسب الخيارات، يعني رح ترجع يعني المجتمع المدني رح يكون ضعيف تجاه التحالفات. أستاذ جلال، تركيبة اللوائح يعني نحن اللي عم تتركب عم بيتجمعوا ناس من 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 افكار مختلفه وجهات مختلفه، حتى بس يجيبوا حاصل انتخابي يوم اللي بتخلص النتائج، بطبيعه الحال اللي تنافسوا بقلب اللائحه الواحده اكيد حيكون باصطفاف سياسي اخر. يعني مش حيكونوا متلازمين على خط واحد، لانه التناقض بيلتقي باللائحه، بس غرضها واحد انه تجيب حاصل انتخابي. بعد ما يحصلوا على الحاصل، لما بيصير نجاح باللائحه، اللي بينجح اكيد منه ملتزم لا سياسيا ولا شيء باللائحه، لانه صارت المنافسه ضمن اللائحه الواحده بين المرشحين. هيدا اللي عم بيحكيه فخامة الرئيس، انه حيرجعوا يعملوا استفافات سياسيه بمكان اخر، لانه هول بيرجعوا بيتجمعوا بمكان يعني اخر. مش انا يعني الربح والخساره منا هذيك القصه بالنسبه للاحزاب وهذا. طيب بالنسبه للمعارضه والمستقلون والمستقلين والمجتمع المدني، لناخذ بيرسبكتيف تصور معين، لناخذ الحد الاقصى والحد الادنى. انتم اذا قدرتوا خرقتوا ونجحتوا، شو رح تشكلوا ضمن البرلمان، ضمن البرلمان وحتى ضمن السلطة التنفيذية يعني الحكومة؟ يعني هلأ مرحلة أولى هي ضمن البرلمان. نعم، بطبيعة الحال ضمن البرلمان اللي بيلتقوا أفكارهم مع بعضهم، الحكي حيكون في كتلة موحدة لإلهم. نعم، بطبيعة الحال. وهل طبعا الغرض من الوصول إلى البرلمان هو عمل التشريعي. نعم، يعني نحن افتقدنا في مرحلة سابقة المشرعين في المجلس النيابي. نعم، وهذا اللي دفعنا على الترشح وللحكي بالانتخابات، لانه شفنا نحن انه المجلس النيابي في كم واحد بالتشريع وصدر عن حتى صاروا يعايروا بعضهم بالخدمات مش بالتشريع، صار في خدمات وتعازي وواجبات. هلا هذه من شيمه لبنان، بس يعني بس مش هذا دور تقاليد لبنان. دور النائب، الدور النائب يصدر لي قوانين لمصلحه الوطن. انا نعم، انا شفت انه ما صدر قوانين لمصلحه الوطن. نعم، من قانون الضريبي لقانون الايجارات لقوانين عدي لمركزيه اداريه اللي ما صدرت بعده مشروع بالادراج. نعم، يعني فيك عده قوانين ما قدروا يعني طرقوا لها وعالجوها وصدر فيها اي قانون. هيدا اللي نحن نفتقده بالمجلس النيابي. نعم، هون الدور اللي بده يلي في وعي عند المواطن لهالشيء. يعني اليوم مصلحة المواطن هي مصلحة المواطن، بس اليوم منلاقي انه في استنفار للغرائز ان كانت حزبية او غير حزبية، في استنفار واستنهاض لنكيات، في كتير شغلات من هالنوع. بينما بال2005 و2006 كانت الشعارات سيادية، شعارات يعني إقليمية. شو السبب اللي خلى تتراجع هذيك الأمور لمصلحة مثلا خدمات، مصلحة
ملفات بيئية، ملفات حياتية، يعني صار في تقدم لهذه الملفات. إيه، لأنه في عوامل أخرى يعني طغت على هالموضوع، موضوع الخدمات يعني طغى على الموضوع التشريعي. نحن طبعا بكل موقع في ناس مختصين، هون في ثلاث مستويات قلنا، السيادة، الخدمات، والتشريع. نعم. السيادية كانت أساس بالحملات بال 2009 و 2005 أو حتى بتوجهات الناس. صحيح. اليوم منا يعني تراجع. لا بس هيدي، بس هيدي ما فينا نتخلى عنها. موضوع السيادة هذا موضوع حاصل أكيد، وهذا مسلمة لابد منها. ما في حدا بيقدر يقول إنه مش مع السيادة الوطنية أكيد. لا، السيادية أصلي إنه في ناس بتتهم إنه أنت بمحور وإحنا بمحور، نحن لبنان أولا ولبنان ثانيا، يعني عن هذا الموضوع. طبعا شعارات بس كله بيخدم الوطن ككل. نعم. يعني بالنتيجة بيوصلوا لهدف واحد. الخدمات بطبيعة الحال لأنه النموذج اللي أخذوه الناس عن النائب انه هذا موضوع خدمات. نعم. بده يوظف، بده يركض على الماء، على الـ على الـ على العزاء، على العرس، بده يوظف لي ابني، يوظف لي طريق، يفتح لي. وهذا المفهوم الخاطئ. في ناس ما قدروا عملوا طرقات، في ناس عملوا، في ناس ما خلوني يشتغلوا، في ناس ما عملوا. مزبوط. يعني في كتير ملفات والخدمات الزفت وغيره. نعم. وغيره، يعني في شغلات كتير يعني، بس المواطن بحاجة لها، أخذت من وهج التشريع لمحل آخر. بس اللي المواطن بحاجة لها، بحاجة، هي الدولة بحاجة تعملهم هول، يعني مش ناطرة بس إنه النائب يعملها. في سلطة تنفيذية، في عنا مجلس الإنماء والأعمار، في عنا وزارة الأشغال، عنا كتير أجهزة. طب أنتوا إذا نجحتوا، إذا نجحتوا مثلا كمستقلين أو شيء، لنفترض بدائرة بعبدة وحضرتك. نعم. مرشح، شو اول شيء بتطرحوه بالبرلمان؟ يعني انا قبل ما يعني تألفت حكومه بسرعه او ما تألفت، شو بتكون بتشتغل؟ اول شيء فصل النيابه عن الوزاره حتى يكون في مراقبه فعليه. يعني مفروض البرلمان اللي طبعا اللي بيصير جديد بده يحاسب الدوله، لازم يحاسب الحكومه. اذا جبنا نحن مثل ما هلا عم بيصير هالعشوائيه، بنجيب من كتله فلان مثلا وزير، من كتله القوه الاخرى وزير. طب كيف التداخل هذا كيف بيصير في محاسبه؟ نحن في فلتان بالمحاسبه، ما فلتان بالمظهر العام، ولكن بالقوانين لا، عم بيكون في بالقوانين مش عم نشوف انتاج حقيقه. اللي احنا اللي مؤسف لا، انه الحكومه عم تلتزم معايير معينه، عم تلتزم بمراسيم، بقوانين، عم بيكون في هيكل معين. هلا طبيعه قانوني. شغله، طبيعه شغله الحكومه لازم تعملهم هون طبيعه الحال. بس انا عم بقول انه لما نفصل النيابه عن الوزاره بصير انتاج اكثر، صار في مراقبه على السلطه التنفيذيه، يعني دور المجلس بياخده على حدا. هذا اللي نحن عم نسعى له. يعني أنه هلا نحن مثل اللويا جيرجا بكل المجالس، يعني برايك؟ بكل المجالس. طيب لا مركزيه الاداريه شو رح تعملوا فيها؟ اللامركزية الإدارية نحن سجلنا، يمكن تبعتنا، عملنا نحن مشروع اللامركزية بنقابة المحامين، وأنا كنت رئيس لجنة اللامركزية الإدارية. فلما دعينا كل القوى السياسية وصدر كتاب هالموضوع، وطبعا بعتز فيه أنا لأنه هذا جمع كل الآراء المتناقضة وكل القوى السياسية. نحن ما ميزنا، وأنتوا كأوردر يعني كنائبي أوردر يعني، وما ميزنا بين تقل بال. صحيح. وعملنا مشروع، توصيات فيها ورفعناها للمجلس النيابي. نحن بعتناها، هذا طبعا بعده قيد النظر، بعده ما صدر شيء، وفي بالأدراج بعده المشروع عم بيدرسوه هنيك. طب هذا بيسهل كتير على المواطن. قانون اللامركزية الإدارية بيخفف الزبائنية، بيخفف الزبائنية يعني بيغير له كمان مسار المواطن، إنه وقت بده ينتخب بعد 4 سنين تاني، هاي هي بصير انتخابات بالمجالس يعني مباشرة. الناس بتعرف بعضها، بتعرف كيف تنتخب، الأموال اللي بتنصرف بتنعرف وين بتتوظف وكيف بتنصرف. في أمور كتير بتسهل الأمور اللامركزية. طيب رح نحكي عن بعض الملفات، بس حضرتك كقانوني وكنائبة المحامين، اليوم في ثلاثة مسؤولين عن الانتخاب، عن العملية الانتخابية. نعم. هي الدولة، وزارة الداخلية، القضاة اللي هن رح يكونوا مشرفين، ويعني المعلمين والأساتذة أنه على صناديق الاقتراع. طبعا المواطن هو بينتخب. إذا اليوم القضاة دلن مستمرين بالإضراب، شو بصير؟ يعني طبعا بتنعكس سلبا على الانتخابات، ما في شك انه بتنعكس سلبا. بس انا يعني سلبا او ما بتصير اذا ضل، ما هي يعني بتشل الانتخابات. يعني هيدي من سبب من الاسباب اللي ممكن عم بيتوقع المواطن انه ما تصير الانتخابات. هاي سبب محلي، محلي محلي. طبعا في اسباب اخرى، رح نحكي عن اسباب اخرى، بس هيدا الموضوع، هيدا السبب من الاسباب الداخليه اللي ممكن هذه تعسر موضوع الانتخابات. هيدي اذا استمرت والمعلمين كمان صعدوا بالموضوع، حتى تنعكس سلبا على
على الانتخابات ما في شك، يمكن تشل موضوع الانتخابات. هل انتم كنائبه محامين ساندتوا القضاة فيها؟ نحن دائما مساندين القضاة بالمطالب المحقه، كما كمان مجلس القضاء العلى بيوقف معنا نحن بمواضيع اللي بتمس اللي بتتعلق بنائب المحامين، كما حصل بالنسبه لقانون الضرائب. قانون الضرائب نحن كان في هجمه غير شكل وفي ثغرات بقانون الضرائب، لو ما وقفنا واضربنا ووقفوا معنا مجلس القضاء ما بعتقد كانت انحلت. المصادفه انه حزب الكتائب كمان كان يعني مثل الراي يكون، ويمكن بعض المستقلين حتى هلا بالترشح الى الانتخابات كمان يمكن متعاونين مع حزب الكتائب. مزبوط مثل انتم كلائحه مستقله. مزبوط، لانه هن يمكن حزب الكتائب الوحيد اللي وقتها تطرق لموضوع قانون الضرائب وجمعوا النواب وطعنوا فيه ووقفوا. طيب استاذ سعيد علامه، يعني هو القانون، يعني هلا خلص هيدا هو القانون الموجود. قانون موجود. نعم، انتم كنقابه محامين على صعيد نقابي وعلى صعيد افرادي، ما كان فيكم يعني تضغطوا اكثر مشان يكون في يعني قانون اكثر يعني تقدما من هالقانون الحالي؟ يعني نقابه المحامين استاذ جلال دائما اعتادت انه يكون في مندوب من النقابه باللجان باللجان الفرعيه بالمجلس، وخاصه بكل اختصاص قانوني، يعني كان قانون جزائي، قانون مدني، قانون اي شيء ثاني. نحن اللي حصل انه يمكن ما اخذنا دورنا الفعلي بهالقوانين اللي عم نطعن فيها، نحن عم نحكي فيها هلا. مشان هيك نحن استردينا الكره لعنا بقصه قانون المركزيه الاداريه وطرحنا الموضوع. قانون الاجراءات اشتغلنا فيه بس ما حدا جاوب معنا، كان في مندوب من النقابه، دائما نحن عندنا مندوب بيروح على مجلس النواب وبيكون موجود حاضر الجلسات وبيناقش مع اللجنه. فطبعا اللي عم تطرحه 100% صحيح. لازم تهزوا بلد انتم، لازم نحن وقت ما بيتجاوبوا معنا ناخذ موقف بالموضوع، لانه نحن يمكن النقابه الاساسيه اللي هي بتوقف موقف ولازم يكون لها دور الاول. يعني هي دائما يعني نقابه المحامين يقال انه كثير، يعني لو كان مثلا رئيسها بيجي من يعني داعمه حزب او شيء، ولكن دائما بيكون للكل. يعني هلا انتم من بعد الانتخابات اذا صارت، هل رح تبحثوا ب او رح تدفعوا في اتجاه يعني تحسين هذا القانون او تغييره؟ او بطبيعه الحال هذا القانون يعني مثل ما قلنا نحن شكله عجيب غريب، يعني ما خلى للحرية مكان ولا للديمقراطية مكان، وبعدين جزأ المجزأ وقسم المقسم مثل ما بيروت. بس ترشحته ما بقى في عنا أمر واقع. نعم. يعني نعم. بس مثلا بيروت، بعطيك مثل بيروت، مثلا بيروت كانت مزيج من كل الطوائف، لقيناها صارت قسمين اللي كنا نحكي فيه. بعد البرلمان موحد وبعد الدستور ما اختلفنا، بس الناس اللي بتنتخب صمتها شرقية وغربية. بس كتير ناس كان بدهم هيك، بدهم ايه، بس هيدا ارادتهم هيك يعني. بس هيدا ضمن، يعني انا شايفه ضمن سيناريو مؤذي للبنان، لانه ما بدي افصل الناس عن بعضها، ما بدي اعمل شرقية وغربية. انا اللي نسيتها مع ايام الحرب، يعني ما حطهم تاريس، بس بقول لك ابن الاشرفية خي انا كمان. ليه المسيحي ما بده ينتخب مسيحي؟ ليه المسلم ما بينتخب مسيحي؟ ما نحن اذا بدنا نعمل وحده بالشعب اللبناني المفروض يتداخلوا مع بعض وينتخبوا بعضهم. نموذج عاطل هذا اللي عملوه. ترجع التحالف هذا من المساوئ تبع القانون. انا بنظري انه بيروت الغربيه صارت لوحدها، المسلمين لوحده والشرقيه لوحدها. طيب استاذ سعيد علامه، بالنسبه ل يعني القانون وممارسه الحق الانتخابي بالترشح بالحملات الانتخابيه بالصرف الانتخابي بالمساحات الأثيرية، يعني كان بالتلفزيونات أو بالإذاعات أو بالجرائد، يقال أنه المجلس الدستوري إذا بده يطعن ما بيطعن إلا بالأمور إذا اقتنع فيها أنه أدت إلى سقوط هالمرشح ونجاح هذا المرشح. هل اللي عم بصير اليوم بهالخطابات الترشيحية أو هالمساحات اللي عم تتاخد بالجرائد لفلان أقل من فلان وهذا بيصرف أكثر وهذا، هل ممكن هاي تكون تشكل نقطة للطعن لاحقا طبعا؟ يعني قانونا كيف بيحاسب المجلس الدستوري؟ طبعا بناء على تقرير الهيئه المشرفه على الانتخابات اللي هي بتتابع هالمواضيع، بتقوم الموضوع وبتشوف وين الضرر وبترفعه للمجلس الدستوري. نعم. ساعتها ممكن اذا حدا تطرق لهالموضوع وكان في تقارير ثابته ممكن ينطعن. اكيد بينطعن. هل صحيح اذا المجلس الدستوري لقى انه هالامر اللي مرفوع او هالشكوى هالموضوع هذا ما اثر انه هل فلان سقط او فلان
فاز هذا ما بينطعم فيه، ما بينطعم فيه، لا بتصير طبيعيه، لانه هي دائما هيك معتادين عليها. وهلا كمان بتصور نفس العمليه بتصير، يعني اذا ما كانت اثرت بشكل مباشر ما مش حتكون قابله للطعم. رح ناخذ فاصل علينا ونرجع نكمل شوي بهالموضوع ونحكي اقليميا لانه في بعض المحاذير. او مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. استاذ سعيد علامي مرحب فيك مره ثانيه. يعني كنا عم نحكي انه وقت بيستنفروا العصبيات او بيستنفروا، هلا صحيح يعني في نقمه عند هالفريق، نقمه عند هالمجتمع، عند هالعائله، عند هالناس اللي ما يعني وضعهم مش كتير جيد اجتماعيا. برايك هل هذا الواقع يترجم بصناديق الاقتراع ام انه يعني مرتاحين على وضعهم الاحزاب؟ لا، سوف يترجم بصناديق الاقتراع انا برايي الشخصي، لانه الناس في استياء. يعني لما يتكرر المرشح اللي هو عمل نائب ويتكرر كذا مره او ينزل بالباراشوت، ما له صله بالمجلس التشريعي وجاي بمعادله معينه، ما بدي اعرف كيف شو هي المعادله. يعني فينا نتفائل انه ممكن يكونوا يترجموا النقمه لازم يكون في نقمه ولازم يكون في تغيير، لانه لازم مطلوب وجوه جديده، مطلوب وجوه تشريعيه بالمجلس النيابي، والناس بتصور انه هالاستياء اللي عندها رح ينعكس على كل المناطق بتشبه بعضها ولا في تفاوت بالنقمة؟ في تفاوت بالمناطق. لنفترض منطقه بعبدا شو بصير هلا؟ يعني نحن نفس الوجوه عم تتكرر بسبب بعبدا. طيب انتم نازلين قبال هالوجوه، ايه يعني المفروض الناس اللي هي هلا طبعا تستنفر حالها وتقول انا شو بدي، يعني بدا وجوه جديده ولا ما بدا لوائح الموجوده ولا لائحتكم انت في خيار حطينا قدام الناس وما بعرف حطينا الخيار حطينا خيار مجتمع مدني ومستقلين حطينا قدام الناس. نحن هالخيار هذا الناس المفروض تاخذ موقف بهالموضوع هذا. طب اذا لقيت رجل مناسب للمكان المناسب، اذا لقيت النتيجه مش على قدر الامال، هل الواحد بيقاس او بيرجع بتشجع؟ لا، نحن امام تحدي، التحدي مستمر، ونحن بنحب وطننا بطبيعة الحال وعم نقدم حالنا نحن كخيار للناس، فهذا الخيار ما زال موجود وسوف يستمر موجود على طول، يعني لن نتراجع. طيب ليش ببعلبك الهرمي الأكثر يعني في ضيق أكثر على يعني إن الأحزاب متهيبة أنه لا مش مثل كل مرة منا نزهة يعني؟ إيه، لأنه الصوت التفضيلي في أماكن مثل ما حكينا أستاذ جلال ما بيقدروا يضبطوه مثل أماكن أخرى، يعني في توزيع صوت تفضيلي، يعني في توزيع التفضيلي والتجييري، وللاسف يعني اذا قدرت لائحه ما تخلي لائحه الثانيه تاخذ الحاصل بتطلع كلها يعني. صحيح، وانا بدي اعتذر من الناس بموضوع البحث بموضوع التفضيلي. نعم. يعني لما اقول انا عم بتجير صوت تفضيلي كانه ما عنده اراده هالانسان هذا، انا بعتذر على الطرح هذا، وانما المكانات الانتخابيه هي هذه الغطاء. نعم. انه نحن هالكميه اللي عندنا بنقسم لفلان ولعلتان، وهذه الشغله مش صحيحه ومش سليمه ابدا، مش طبيعيه، مفروض الناس تتحرر من هالناحيه حتى. بس كمان الاحزاب عم تشتغل على هالاساس. الاحزاب عم تشتغل، بس الناس منا كمان ادوات يعني مشوها الاحزاب مثل ما بدهم، يعني لازم الوعي يكون موجود. طب بعلبك الهرمي مثلا، خلينا نحكي. نعم. شوي يعني السيد حسن نصر الله قال انه انا مستعد انزل يعني حتى فعلا يمشي يعني بين الناس ويقول لهم شو هواجسهم شو كذا، هل أدي القصة يعني فوق يعني يمكن يعني في بده يمنع الحاصل عن الثانيين؟ هيدي طبعا هيدي يحيى شمس على قد مأثر فوق، هيدي بعتقد انه هيدي عمليات انتخابيه بتجي بوقتها، ويمكن بتشد الناس لحتى. نعم. لمكان معين، حتى الكليشيهات اللي بتطلع الكبيره كمان هيدي بتأثر، مع انه مش صحيحه، بكره بتزول هذه بعد الانتخابات، ما بقعد نسمعها نحن، بس هلا لشد العصب مش اكثر ولا اقل. يعني المستقبل والقوات اللبنانيه مثلا بيتحالفوا بمنطقه بيختلفوا بمنطقه ثانيه. صحيح. وعم نشوف انه يعني خارج هالاطار عم يقعدوا مع بعضهم باي مطرح باي مؤتمر، يعني في مفارقه ممكن تكون حلوه، انه عدا عن الخطابات والشيء اللي بيتعلق بالقانون الانتخاب، لا بالمؤسسات ماشي الحال. ايه بس 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 ماشي الحال الى مرحله معينه. نعم. يعني في غرض في مصلحه معينه حتى نتجاوزها بتتغير الامور بترجع. يعني انا هلا اذا بالانتخابات. نعم. بدي احكي على القطعه هالتحالفات. نعم. عم تصير حتى امن انا حاصل انتخابي كقوه عم بحكي. يعني كقوة. يعني مثلا القوات والمستقبل بمنطقه بعلبك الهرمي رح يتحالفوا. ايه
بغير منطقة؟ لا بغير منطقة ما بيتحاربوا، بشوف مختلفة القصة بجزين بيختلف، بزحلة بكل منطقة على القطعة، مثل ما قال وزير الداخلية مرة انه هذا التحالفات هي على القطعة، وفعلا هي على القطعة هلا، يعني وين لي مصلحة بروح بعمل تحالفات؟ في جهارة بالموضوع يعني عم يجاهروا طبعا ما فارقة معهم ما ابدا ما في طيب ما بس ما كمان ما هن كمان ما القوى السياسية ان كانت مستقلة او غير مستقلة منا جمعية خيرية كمان بده يأمن، ما في عندك عدد من النواب وبعدين راح يصير في حكومة صح، يعني كمان بيقدروا يعني يشتغلوا. يعني اللي بيخلي المستقلين استاذ جلال يتحالفوا بلوائح فيها احزاب لانه الاحزاب عندها مكانة، ما فينا نعيرهم لانه غيرهم عم يعمل غيره عم بيعمل اكثر من هيك بدل ما تكون قوة متحالفة مع بعضها، في مستقلين عم يتحالفوا مع الاحزاب بس حتى يأمنوا الحاصل الانتخابي، يعني وقت بيعايرون للمستقلين انت عم تحالفوا مع ناس كمان كانوا بالصلب النظام من 80 سنة لهلا ما لهم حق، ما لهم الحق طبعا ما لهم الحق. طيب استاذ سعيد، يقال انه وقت كانوا يجوا مثلا يقولوا الارثوذكسي يقولوا مثلا قانون على 51 دايره او على 47 دايره مثل كان طارحه الدكتوره فاديا كيوان او على 24 دايره او على 128 دايره، ليه كانوا يقولوا انه هدول القوانين بصير في دفع كتير مصاري وبصير في ما بعرف شو، هلا شو عم بصير يعني؟ وهلا كمان عم بينعرض مصاري في اماكن، في عرض مصاري كتير للاسف، وهذه طبعا انا مش ملموس بس الحكي فيها كثير طبعا مش شوي ما حدا عم بيقدر يلمسها، بس انه الصوت التفضيلي صار مؤثر جدا لدرجه انه بيلحقوه هذا درجه اولى والتجيري بعدين كمان لحتى من قلب اللائحه ياخذوا الثاني او الثالث، هذه كمان كمان فيها يعني مؤسف، بس الانتخابات عاده كلها دائما بتصير بهالشغلات هي نعم. بس يعني بس كانوا يقولوا مثلا اذا عملنا قانون 128 نائب 128 دايره بصير في دفع مصاري، او قالوا انه 51 دايره يي ما بصير، يعني كله مثل بعضه كله مثل بعضه. استاذ سعيد، هلا عم نقول كل شيء هالحكي انه عم بصير خاصه الانتخابات، طيب ما الذي يمكن ان يحول لا سمح الله دون الاستحقاق، علما انه اليوم في كثير يعني بالاعلام والصحف انه كل السفارات مركزه الانظار على هذا الاستحقاق وعلى تصرف المحلي للقوى الموجوده. الجهه الدبلوماسيه عامه عم تطرح انه في زلازل قادمه على المنطقه، وشفنا بوادرها نحن بالتحالف الامريكي الاوروبي بوجه الروس لتحجيم الروس، فهذا الموضوع طبعا مؤخرا هلا كمان بوتين عتب على الرئيس الامريكي انه مهني هيدي يعني. كمان جزء من الخلافات ما بيعرف، يمكن ترامب يقول مبروك ما بلغته مهم انه اذا كان هالزلزال مثل ما متوقع يعني هذه هيك افتراضات يعني احتمالات مش افتراضات، هالاحتمالات انا برايي اذا كان مزبوط مثل ما عم ينحكى انه في تجهيز لنواحي امنيه معينه وتوجهات لضرب اماكن معينه، اذا صارت هذه قبل الربيع معناتها انه انتخابات طارت، اذا تاجلت للصيف بيمشي الانتخابات، محطة هي الانتخابات، يا أما إذا صارت أزمة قبل إجراء بتطير، يا أما من بعدها بيكون قطعت الانتخابات. رئيس مجلس النواب بيستبعد هذا السيناريو يعني هلأ؟ إن شاء الله ما يصير، على كل حال نحن ما بنتمنى أبدا أنه هالزلزال يصير، لأنه مدمر حسب ما تصور اللي عم ينحكى فيه أنه هذه شغلة كتير خطرة وبتقلب الأمور كلها. رح نحكي عن الأقليم بس في محظور تحدث عنه وزير الداخلية السابق مروان شربل. نعم تعرف الوزير شربل بيعرف بالأرض، وهو كان وقت كان هو المغوار الأول بقوى الأمن الداخلي، ما صح. كان في مغوير إلا بالجيش، وقت عملوا مغوير بقوى الأمن كان هو واللواء زين كمان هنا أول مغوير مزبوط، وبيعرف الأرض وكان تخضرم هون مع الأسير وغيره، كان يحل القضايا بالتي هي أحسن. هو بيقول الوزير مروان شربل أنه ما تستهونوا بالخطر بين مزدوجين القادم. الإسلامي يعني قصة الإسلاميين منا سهلة، أنه بدهم عفو أو ما بدهم، أو في بدهم محاكمات أو لازم تكملوا لهم، عم يحكي أنه عم بينبه القوى، يعني مش أنه عم بشيع عم بيسرب، عم بيقول أنه انتبهوا الخطر من الموضوع الإسلامي جدي منه
منه هيك مرق الطريق. شو رأيك بالموضوع؟ صحيح أنا سمعته كمان بمقابلات تلفزيونية. نعم. وكان متشائم أنه بهالموضوع هذا. نعم. أنه هذه ممكن هذه تنصف الانتخابات كلها سوا، وهذه يمكن تصير الأحداث هذه قبل إجراء الانتخابات. يعني كأنه هو عنده أحساس أنه عنده أحساس وعنده طبعا الحس هذا أنه الانتخابات معرضة للخطر. نعم. لأنه حيصير في حوادث من هالنوع. نعم. يعني هذه طبعا معطيات عنده إياها، أنا ما بقدر بحكم عليها، بس هاي المعطيات اللي عنده طرحها وحكاها بالعلن هو، وكان يرددها دائما انه اذا كان ما صارت بصير انتخابات. يعني هالاحتمال انه بين صارت وما صارت كان عم يطرحها. طيب ليه قانونا وعدلا، يعني العدليه ما عم تاخذ موضوع جانب من هذا الموضوع اللي هو انه يحاكموا الموقوفين الاسلاميين او ما يسمى بالموقوفين الاسلاميين؟ استاذ جلال، شو هذا الموضوع اللي تاخرت المحاكمات والعفو؟ لانه اليوم طرحين عفو، طرحين انه حتى يعوضوا عن التاخير طرحوا موضوع العفو. العفو اللي بعده لهلا نحن ما عرفنا متعسر يعني امتين بده يصدر، راح يصدر او لا يصدر. وهون السؤال، قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات؟ هيدا علامه استفهام، هذه العلامه معناتها انه نحن هلا بمرحله بعدنا بطيئين بالمحاكمات، وفي طبعا ناس مظلومين بالسجون، مفروض انه تتسرع المحاكمات. وهذه فخامة الرئيس طالب فيها، يعني وقت اللي اجتمع مع مجلس القضاء كان سؤاله الاول انه ليش عم تتاخروا باصدار الاحكام. نعم. وكان في اعاز انه سرعوا فيهم. انا كنت عم بحديث مع احد القضاة اللبنانيين كان بالامارات، بيقول لي الملف معهم كان يروح بالتمييز بالامارات، اللي راحوا اللبنانيه اداروها للمحاكم هنا، اللي بيجي على الجدول على الارقام لما بيوصل الملف لعنا اذا تاخر عن شهر بيوقفوه عن شغله للقاضي. بالامارات تصور، يعني نحن قديش شايفين حالنا انه نحن عنا النضج وعنا القوانين، بياخذوا قضاتنا لهنيك وبتمارس عليهم بهالشكل والمواطن مرتاح. يعني بعد شو السبب السياسي انه مخليينهم؟ يعني نحن تاجيل وتشكيلات. ما لما في سبب سياسي؟ يعني في اسباب سياسيه لهن التدخل السياسي بالقضاء، هذه اللي عم لا انه يبدو انه ان كانوا فريقين، ان كان في هناك فريقان متقابلان، اثنيناتهم بيخلوا هالورقه بايدهم. يعني كيف عم تزبط هيك؟ نحن اذا بتبلش من راس الحرم، نحن التشكيلات هي سياسيه، لانه الوزير اخر راي هو الرجل السياسي. لو بتدلل لمجلس القضاء اول شيء بتدلوا مستقلين، بتصير معقول تصير بلبنان؟ يعني مطلب هذا، مطلب هذا انه مجلس القضاء الادرى بقضاته هو بيقدر يوزع. اللي حصل للاسف بالتشكيلات الاخيره كان توزيع، المهم توزيع سياسي. طيب بس ما القاضي وقت يصير خلص صارت التشكيلات، شو راح يدل؟ يعني راح يدل انه تحت التاثير النفوذ السياسي. ما هي استاذ جلال للاسف احنا ما فينا نركز على قاضي معين، وما بدي اتهم حدا، في قضاة مميزين، وانما في قضاة كمان يعني بيلجأوا للسياسي لحتى يتوسط لهم بالتشكيلات. هيدا اذا توسط سياسي لقاضي شو رايك بصير الولاء؟ شو بصير يعني اذا طلب منه اي ملف؟ في مونة، يعني في مونة بتصير، وهيدي مؤسفة، وهيدي مش لازم تصير. كان يقول تشرشل لو عم يقصفنا هتلر ما بعرف قد ايه، وعم لو اجتاحنا اذا القضاء بخير يعني البلد ماشي. اهم شيء هذا المعيار، القضاء صحيح، القضاء هذا المعيار اللي اهم معيار. طبعا الامن، طبعا الامن الجيش. والقضاء شفنا يعني صحيح. مؤتمر روما عملوا شابوبا للقوى الامنيه والجيش صح. وقالوا انه استقرار لبنان هو جزء من الاستقرار العالمي، وانه الجيش والقوى الامن اللبنانيه ان كان امن عام او قوى امن داخلي او امن دولي هو بمعادله مواجهه الارهاب العالمي. الامن والقضاء، طب هاي المعايير وقت انت بتنطلق من هاي المعايير بتكون قلعة، هذه المعايير بينتظم البلد، بينتظم كليا. طيب المؤسسات، يعني ان كان المؤسسات الرسمية اللبنانية من اعلى الهرم الى، مش من مصلحتها انه ينتظم البلد؟ 100% مصلحتها، 100% مصلحتها. ولكن التدخلات السياسية برجع بكرر هي اللي عم تحول دون هالرغبة. هاي نحن اذا كان القضاء صار بخير، اول شيء الاستثمار بالبلد بيصير، يعني الناس بتشجع بتوظف اموالها بالبلد. هلا اذا والله في خطه عملها الرئيس الحريري، يعني طبعا مع جميع الافرقاء ورقه بده يقدمها على 6 نيسان لمؤتمر باريس،
وعم بيقول هذه خطة شاملة مش بس فيها بعض المشاريع، هي خطة واسعة، مش ما بيستند للأمن والقضاء كمان ضمن طبيعي ما بيستند طبيعي فيها. بتلازمي مع الأمن والقضاء ومسار الاستحقاق أكيد، لأنه إذا بدك تجلب الاستثمارات على البلد بدك تأمن، أنت بدك يكون مرتاح أمنيا هالمواطن أو الشركة اللي بتجي، وبده يكون في قضاء نزيه بيسرعنا بأحكامها تحفظ حالها ساعتها، والا اذا كان بدها تنام بالادراج الملفات ما حدا بتشجع يستثمر. طيب لا نحن ما عم نقدر نتنعم بالاستقرار النسبي بالوقت بالمنطقه، يعني ما بنعرف اليوم مثلا بصير في نفوذ تركي بشمال سوريا، نفوذ روسي ما بعرف وين، نفوذ امريكي باحدى القواعد، نحن ما عم نقدر نغتنم هذا الاستقرار اللي عندنا. نحن استاذ جلال نحن يعني منا جزيره مستقله، وهذا ما يدعو اليه فخامه الرئيس العماد ميشيل عون انه لازم ننطلق من الاستقرار ونعززه لحتى نعزز المؤسسات والاصلاح. بالرغم من ذلك نحن بلبنان نحن بألف نعمه بعدنا، اذا كان نظرنا لحوالينا من الدول المجاوره شو عم بيصير فيها، نحن برحمه كبيره نحن اللي نعم بعدنا نسبة نحن بهالوضع، لانه انعكاس الخارج على الداخل كثير مؤثر عندنا نحن، يعني كل شيء بيصير بالخارج عم ينعكس علينا، لانه الاتجاهات كلها الموجوده بالبلد مرتبطه بالخارج، يعني القوى السياسيه. طيب كتر خير الله، انا بالنسبه يعني هلا بهالزلزال اللي حكينا عنه، اذا كان صار هالزلزال هذا لا سمح الله، ما هذا بده ينسحب على السعوديه وعلى ايران، ومن يمثل ايران والسعوديه بالبلد، هذا بده يخرب البلد كله سوا، نحن كلنا طيب النائب النفس مش قادرين يعملوا طوق عزل عن الى حد ما شعار نحط شعار، بس ما بتصور انا انه التزموا فيه وما بيقدروا يعملوه 100%. طيب شو رايك صار في يعني ما بنقول ما تركاش، صار في هيك يعني عن الاستراتيجيه الدفاعيه صار مرتين ثلاثه انحكى فيها، وامبارح الوزير مشنوق بيقول رئيس الجمهوريه اللي هو الدول برا بتعرف شو هو خطته باستراتيجيه الدفاعيه، رح تتناقش من بعد الانتخابات او ما بعرف امتى او بعد هذا بطريقه انه كثير ناعمه وسهله ومن دون ما يكون في لا حصار دولي ولا ممكن نوصل ل يعني هذه طبعا احنا كمان بنرجع بكرر انا انه هذه الاستراتيجيه بطبيعه الحال ما فينا نعملها نحن بمعزل عن الاطراف الاقليميه ولا والدولي، ما هذه بدها تكون مرتبطه بال. طيب شو راح يصير بسوريا؟ بسوريا بالنسبه للغوطه بعد في جزء من الغوطه ما تحرر، يعني الغريب انه كل الناس بتعرف انه عم يعني تغيير الديموغرافي، بدناش نقول تطهير يعني، والى ما هناك ماشي، الدول برا عم تطلع ماشي حالها، والدول بالمنطقه المعنيه ماشي حالها كمان بالتنفيذ، وعم بتصير كل هذه الامور وبعدنا بنقول انه المخطط ما مشي. ايه يعني طبعا بتاخذ وقت، المخططات بتاخذ وقت. ايه بس نحن بنقول انه لا، فشلت المخططات وفشلت المشاريع، طب هذا عم بصير شو؟ نحن اول شيء اذا بننطلق من لبنان، الوجود السوري بلبنان مش اللبناني بيقول له ما تطلع على سوريا، ولا سوريا بتقول له ما تجي. الدول الخارجية هي اللي عم تضغط بمجرد ما تغض النظر إذا كان موجود أو مش موجود أبدا، عم يغضوا النظر وعم بيخلون هون إبقاءهم بلبنان لأنه بيخافوا ما يطلعوا لعندهم ويزعجون. فلبنان أفضل المكان، خليهم هون بلبنان. هذه ناحية. والداخل السوري، والداخل السوري يعني موضوع الغوطة اللي هي طبعا إلى تشعبات خارجية، يعني في دول إقليمية داخلي بالغوطة، القصة مش محلية طبعا، هي فيها متمذهب كمان يعني منا موضوع محلي، بس مثل ما عفرين كمان حصلت والكراد اخذوا الدور هونيك، يعني اخذوا دور وقطعوا لهم ورقه هونيك، خسرون هونيك، تركوهم بمنبج وما بعرف وين. سجل يعني كل حلقات مترابطه. واذا ما في حل خارجي مش حتنحل على الارض. هذا طيب هذه المرحله اللي هي سوريا اللي فيها سوريا هو المرحله ما قبل النهائيه برايك؟ هي ما قبل النهائيه، بس طبعا بتاخذ وقت، مش مثل ما بيقولوا انه خلصت بسوريا، لا ما خلصت بسوريا طبعا. شو ما عندك 180 ألف كيلومتر مربع بعد سوريا. في طبعا بعد في مناطق بعدها ما خلصت وبعدها بالمشاكل، يعني 18 وعبر. مرة أكثر من لبنان طبعا، يعني مش عم بيحرك الواحد بس على الكمبيوتر. يعني تركيا من جهة بالغوطة بما ترتبط فيه من خارج من الدول الإقليمية، إيران، روسيا، السعودية، كله داخلين بموضوع سوريا. فهذه التدخل الخارجي بسوريا هذا اللي عم بيحول دون أنه تسريع الخطة، بس اذا كان في قرار خارجي بتصور انه بتتسهل. طيب ليش بنلاقي مثلا انه اذا كان في تركيا وايران عندهم يمكن تصادم او شو او خصومه بسوريا، بتجمع خصومه بسوريا، ولكن ببعض الملفات ان كانت اقتصاديه وتجاريه او كانت كرديه بتلاقيهم بيتفقوا، يعني قادرين صحيح.
لانه بقادرين طبعا قادرين، ومثلا بكردستان اللي حصل بالزمان والاستفتاء اللي حصل، قامت قيمتهم التقوا مع بعضهم الاضداد. نعم. من ايران للعراق لتركيا لسوريا، يعني كلهم يعني التقوا. سوريا بتلعب سوريا يعني سوريا ما قدرت على لعبه. نعم. الدور الكامل بالموضوع. نعم. هذا بس المصيبه جمعتهم يومتها، لانه دوله كرديه ممنوع تطلع كانت. طب اذا كانت هاي الامور كلها مؤثره بلبنان، لما بناخذ التاثير الايجابي يعني اللبنانيون بهالموضوع، انه لما بياخذوا انه بيقدروا يفصلوا بوقت معين او بوضع معين مشاكلهم عن مشاكل الاخرين. ما بيقدروا لسبب استاذ جلال، لانه لبنان ساحه يعني لما يقولوا ساحة معناتها أنه في كل القوة موجودة بلبنان، كل المخابرات الدولية موجودة بلبنان، ما فيك تاخذ قرارك أنت بمعزل عن الوجود هذا. من بعد 2005 إلى الآن. نعم. ما قدرنا نوعا ما نكون شخصية معينة، شخصية يعني مثل شخصية 43، مثل شخصية نحن في غطاء دولي للبنان وفي اتفاق طائف. واتفاق طائف يعني مش ممنوع، مش مسموح ان نحن نخلص من مشاكلنا. نعم. مش مسموح ننزل نحن للحضيض، لا الانهيار ولا الازدهار. ابدا، خليكم مثل ما انتم بالامن بالاقتصاد، خليكم المؤسسات ضلها ماشي على علالها، خليها ماشي، بس انه يبقى لبنان مثل ما هو. وهلا استحقاق انتخابي، وهلا استحقاق انتخابي كمان، هذا من ضمن يعني المشروع. عمل حيوي، اعملوا ديمقراطيه، اعملوا حريه يا شباب. نعم. استاذ سعيد علامي الله يخليك، نحن بنتمنى لك التوفيق. شكرا. ونشكرك من تلفزيون لبنان. شكرا. مشاهدينا الكرام نشكركم وإلى اللقاء مساءً.